كابتن احمد مناع. اذا انتصفت المباراه، النادي الاهلي بيتقدم 43-38 في مباراه الحقيقه ابتدى فيها النادي الاهلي متاخرا، وبعد كده عدل النتيجه وتقدم النادي الاهلي وحافظ على تقدمه. مستر اجوستي حاول يعمل روتيشن ما بين كل اللاعبين، ده بالنسبه لكره السله. بالنسبه للكره الطائره، النادي الاهلي متقدم في الاشواط 1-0، فاز في الشوط الاول 25-19، والشوط الثاني دلوقتي نتيجه 16-11، ويتقدم النادي الاهلي وفي طريقه 16-12، وفي طريقه النادي الاهلي دلوقتي انه يعني يحصل على الشوط الثاني، ويبقى فاضل له شوط واحد على الوصول للفاينل باذن الله. برحب بضيوفي المره الثانيه. كابتن سلاوي اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن عيسى. كابتن محمود رؤوف اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن عيسى. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا كابتن. كابتن نبيل اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اروح طبعا لضيوفي في الكره الطائره. كابتن محمود، النهارده الشوط الاول مشي ازاي؟ خاصه انه كان ماشي ايكوال 25-19، بس الحقيقه اللعيبه مركزه والدنيا كويسه. تقييم حضرتك حتى الان للمباراه؟ والله فعلا زي ما توقعنا، الفريق الليبي طبعا مستواه اعلى بكتير من الفرق اللي قابلناها قبل كده، فريق منظم، عشان كده السكور كان مقفول شويه. النادي الاهلي يمكن في الشوط الاول ما ضغطش جامد بالارسال، ارسالنا كان متوسط في الشوط الاول، ده ساعد برضو الفريق الليبي على تشكيل الهجوم وكده، لكن خبرات النادي الاهلي حسمت الشوط، كان اخطائنا اقل من الخصم. الشوط مشي متساوي، وبعد كده النادي الاهلي بخبراته باقل الاخطاء قدر ان هو يحسم، لكن ما شفناش تفوق السيرف. المزايا الرئيسيه للنادي الاهلي ما ظهرتش قوي في الشوط الاول، ابتدت تظهر. احنا متابعين طبعا الشوط الثاني دلوقتي. لا، بدايه الشوط الثاني ابتدى. طب يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا الشوط الثاني واحنا بنتكلم برضو نتابعوا. شكرا، اشكركم يا جماعه. اتفضل يا كابتن محمود. ابتدى طبعا في الشوط الثاني 17-13 نتيجه يا كابتن محمود، اتفضل يا كابتن. في الشوط الثاني ابتدى الارسال للنادي الاهلي يقوى فعلا، وابتدينا نرجع للمستوى السيرفات المميزه للنادي الاهلي، وعشان كده الشوط الثاني لا السكور فتح اكتر. بس لا، ده قرب دلوقتي 17-14. هو الفريق الليبي على فكره فريق كويس، وحتى هو فاجئني النهارده ان هو الكره الاولانيه عنده في المباريات اللي فاتت كانت اضعف من النهارده، رغم ان سيرفات النادي الاهلي كويسه، بس هم الى حد ما موفقين في الاستقبال، فده مساعد المعد بتاعهم ان هو يوزع اللعب. اشكرك يا كابتن محمود. كابتن محمد كتات، راي حضرتك في الشوط الاول والشوط الثاني شغال واحنا بنتكلم؟ اتفضل. احنا بدينا بدايه، احنا لسه بنشوف بنقص النبض بتاع الفريق. الجميل النهارده ان المدرب نزل عصران، ودي برغم انه ما لعبش امبارح، برغم ان هو ما لعبش امبارح، ممكن يكون اعتبر امبارح يوم راحته. نزل وادى وكان من اللعيبه المميزه جدا في الشوط الاول بصراحه. ممتاز. فيعني انا شايف ان هم ما شاء الله ماشيين كويس. هو حاليا دلوقتي مين اللي في الملعب دلوقتي يا كابتن؟ مين دلوقتي احنا عندنا هو ابتدى بحسام واحمد صلاح. نعم. وابتدى في مركز اربعه بعصران واحمد عزب. نعم. وابتدى في مركز ثلاثه بمحمد عبد المحسن وعبد الحليم عبو. النتيجه دلوقتي 18-15 يا كابتن، اتفضل. 18-15، يعني انا شايف هو يعني احنا متحكمين في الامور، ماشيين زي ما احنا عايزين. هم ممكن بياخدوا سيرف مثلا احنا بنحط فيه ريسك شويه فبيضيع، ولكن احنا عندنا دلوقتي لما بنيجي بنستقبل، يعني حتى احنا شايفين قصادنا هو يعني سيرف اوت، فيعني الحمد لله احنا مسيطرين على الماتش. مين ابرز اللاعبين من وجهه نظرك يا كابتن محمد؟ انا شايف النهارده تالق عصران، تالق حسام يوسف، واحمد صلاح طبعا ما شاء الله متالق دايما يعني. اشكرك يا كابتن محمد. كابتن نبيل، خلينا نرجع بقى تاني للبال ومباراه كره السله النهارده، واداء فريقنا النهارده الجيد بصراحه بشكل كويس والقتال في الملعب. رايك ايه في الشوط الاول والتاني؟ هو لا يعني هو الماتش ماشي ايكوال لحد كبير، احنا بنقاتل وفرقه ثانيه برضو اللي هي بانجي بتقاتل. بانجي عندها دفاعيه قويه ان هي عايزه تطلع يعني من لا اما من الفرقتين اللي هيصعدوا لا اما احسن توالد، فعشان كده ما عندهمش فرصه تانية غير ان هم يقاتلوا في المباراه. بيعملوا دفاع كويس وبيحاولوا ان هم يدخلوا على الفولو والريباوند، لكن احنا في نفس الوقت بنقابل ده بهجوم سريع وبقتال في الريباوند، وفي نفس الوقت احنا ناهيين الشوط الكوارتر الثاني بخمس لعيبه مصريين، والخمسه ما فيهم اللعيبه الناشئه، وقدروا ان هم يخلصوا الجيم بفرق 5 بونت دول. نعم. النهارده عمر طارق شارك ليه يا كابتن؟ عمر طارق، القانون بتاع البال ان انت بتطرد بقيه الماتش بس، ما بتطردش الماتش اللي بعديه، ودي بصراحه كنت اول مره اعرفها بصراحه. نعم. يعني مش غريبه شويه دي يا كابتن؟ هي غريبه، بس اما بيكون على الفرق كلها بتبقى حاجه ايكوال، يعني ما فيهاش يعني هي مش معموله خصيصا لفرقه معينه، هي معموله على اساس ان مباريات ورا بعض، فمش هقدر اوقف فرقه على اساس لعيب مثلا غلط او اي حاجه. بس اقول لك على حاجه يا كابتن، انا احيي هذا القرار مش عشان عمر لعب، لا لحاجه معينه. النهارده هو عمل خطا وعمل فاول
شديد شويه. ما كانش فيه سلوك غير رياضي يعني، مثلا ما ضربش حد، انا يعني خلينا اقول بعض السلوك، ما ضربش حد من الجمهور، ما ضربش، انما هي كانت اشتراك كوره مختلفه، نتيجه احتكاك متبادل بالزبط. ما كانش هو مثلا قصده ياذي حد او كده. وكمان قائمتك مقفوله النهارده. انت النهارده في الدوري، اشكرك يعني ناجي زميلي في التحليل لفت نظري في حاجه جميله جدا، ان النهارده انا قائمتي مقفوله. لو انا في النادي الاهلي اقدر مثلا في الدوري استبعده والعب 12 لعيبه، انت هتلعب 12 لعيبه. نعم، اشكرك يا كابتن نبيل. كابتن سلعاوي انا شايف حضرتك برضو بتكتب وانا هبتدي اغش منك يا كابتن. لا هو انا بس عايز اقول ان الشوط الاولاني النادي الاهلي بدا بدايه متوتره شويه، وبدايته ساعدت فريق وسط افريقيا انه يبدا يسيطر على مجريات الريباوند شويه، قدر يجري علينا فاست بريك بعض الفترات. اعتقد كمان عايز اقول ان في انهى الشوط الاولاني 21-18، بعد التغييرات في الشوط الثاني استطاعت ان احنا نوسع الفرق. زي ايه بقى كابتن؟ ما انا عايز بقى كريم حاتم مثلا تمام، من اللعيبه اللي كان نزولها ليه اثر، سرع الملعب، خد عمل، رجع عمل ديفنس، لعيب مبشر، لعيب ليه مستقبل جيد جدا، ومشروع لعيب كصانع لعب من جيد لو تقدروا يا جماعه تساعدونا وتدونا الاحصائيات بتاعت الفتره الاولى والثانيه، ممكن تلاقوها على موقع البال، يعني ممكن نلاقيها نزلت على موقع البال، لو تسمحوا لي لو تقدروا تجيبوها لي وتبعتها لي بس على التليفون هكون شاكر. برضو في الوقت، في وقت من الاوقات أغوستي بوش لعب بخمسه مصريين في ده في نهايه الشوط الثاني، ودي خطه خداع منه وذكاء منه، نتيجه عشان يفنش بقوه الضربه ليه اللي في اخر الثالث والرابع، لان هو تملي في الجيم الثالث والرابع بيلعب بالقوه الاساسيه. بنجيه يا كابتن، بنجيه كفرقه كنت توقعت قوتها دي؟ لا لا، انا كخبراتي عارف ان فرقه وسط افريقيا فرقه جيده جدا، ونتائجها واخد بال حضرتك بتقول كده، وان هي فرقه ليها طموح انها تصعد كثالث او تاخد مركز. لكن النادي الاهلي النهارده جيد، بس مش لا يرقى للماتشين اللي فات، بس تصويبات الثلاثيه النهارده مش قد كده يا كابتن. عندك تصويبات ثلاثيه برضو مش جلينا كتير. هم بيخلونا نشوط تحت ضغط، وده مقلل النسبه بتاعتنا. بس والله يا كابتن في كوره فاضيه شطناها كلنا. ما هو ده نتيجه بقى ان انت في الاول ايوه فما بقتش نفسيا. عايز اقول برضو ان كريم حاتم والولد وعمر طارق من نجوم الشوط الاولاني والثاني. طيب انا بس يا كابتن سلاوي بعد اذن حضرتك، اللي على الشاشه دلوقتي نتيجه 22-17، اذا في الكره الطائره النادي الاهلي 23-17، النادي الاهلي النهارده بيقرب جامد من الفوز بالجيم الثاني، ويبقى فاضل له جيم على الفاينل باذن الرحمن. واللي شايفينه في الويندو الثاني حضراتكم، ده ملخص الشوط الاول والثاني في كره السله. بنحاول طبعا في قناه النادي الاهلي ان احنا نحط حضراتكم دايما في قلب الحدث، ودايما في متابعه، حتى اللي ما شفناش في الفتره الاولى والثانيه هنا او هنا يقدر يتابع. كابتن محمود ارجع لك في الكره الطائره النهارده، يعني الدنيا ماشيه كويس، يعني النهارده لو خدنا الجيم الثالث اتصور النصر الليبي هيبقى الدوافع النفسيه في الثالث هتكون اقل كثيرا. بالظبط، طبعا التقدم النادي الاهلي عامله في اول شوطين اكيد ده هياثر نفسيا جدا على الفريق الليبي. في نقطه انا عايز اضيفها برده يا كابتن عايزه النهارده، يعني في حاجه بصراحه تطمن حصلت النهارده، ان فريق ليبي برضو سيرفاته كويسه، في استقبال كتير طبعا بحكم ان الرسال صعب اتكسر بنسميه اللي هو بيبقى بره التلت. رغم كده النادي الاهلي اللي هي بنسميه الاوت اوف سيستم، يعني اللعب بره النظام الطبيعي، يعني مش الكوره بتروح للمعد، واللعب اللي بنسميه اوت اوف سيستم كان نسبتنا عاليه جدا في التخليص. يعني طب دي تدريب، يعتبر تدريب لمباراه طبعا دلوقتي. اكيد تدريب، لان دي مواقف ملعب ومواقف لعب، ان انت لازم تمرن الفريق ان حتى تحت ظروف الاستقبال والضغط السيرفات من الخصم الفريق عنده قدره انه يجيب النقطه، وده بنسميه لعب اوت اوف سيستم، وكان نسبته عاليه جدا النهارده في النادي الاهلي. فاعتقد دي حاجه تطمن ان شاء الله، ان في حتى ثبات على مستوى تحقيق النقط، حتى لو في الفريق الخصم بيضغط علينا بالسيرف بنقدر لسه نهاجم بطريقه كويسه، ونقدر ان احنا نحافظ على التقدم بتاعنا. اشكرك كابتن محمود، ملاحظه في منتهى الاهميه، والنهارده مهم جدا ان احنا دي اخر نقطه خلينا نتابعها يا كابتن محمود. مهم جدا ما عملوش اخر نقطه خلاص تمام طبعا. محسن بيحط يعني كوره كده سريعه و25 18 انتهى الشوط الثاني. اعزائي المشاهدين كده النادي الاهلي بيتقدم في الاشواط 2-0، يتبقى شوط وحيد لتاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه. يلا يا اولاد شد حيلكم، ان شاء الله نفرح النهارده بالتاهل للمباراه النهائيه، والفرحه الكبيره ان شاء الله تكون بكره بالفوز. كابتن محمد معلش انا النهارده لازم بين الشوطين يعني نتك على الطايره شويه، لان خلاص يعني احنا في الابروتش في الشوط الاخير. ملاحظاتك ايه؟ ملاحظاتك يا كابتن محمد النهارده ايه في الشوط الاول والثاني، نتيجه هذا التفوق
هل تتفق مع كابتن محمود انه قوه الفريق النهارده جيد، ان احنا نلعب فريق كويس في السيمي فاينال عشان يعني يبقى اعداد كويس لمباراتنا مع بوسالم النهارده؟ صحيح، بكرة؟ لان مباراه بكره هي خلاص انت الفاينل وهي اخر مباراه، فانت لازم تطلع القوه اللي عندك كلها. النهارده هي التريننج ماتش زي ما بيقولوا، لان انت بكره هتاخد تمرينه خفيفه الصبح وهتروح للنهائي ان شاء الله بالليل. فانت عشان كده النهارده انت كان لازم تختبر نقاط القوه بتاعتك كلها وتشوف اذا كان عندك في حاجه انت عايز تعدلها هتغير، وده بان عليه في الشوط الاول والثاني، ما غيرش كتير زي ما كان بيعمل في الماتشات اللي قبل كده. غير بس حسيني تغيير ارسال، غير كان محسن مكانه نزل برده مكان الحسيني، نزل يلعب ارسال، فالتغييرات كانت محدوده جدا. الحمد لله ماشيين كويس، تاتش وود ربنا يكرمنا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنكلم حضراتكم على الاحصائيات، كنا اتكلمنا عن الاحصائيات بعد اذن حضراتكم لو تعرضوا لنا احصائيات فريق كره السله. خلينا نتكلم هنا النهارده على فريق بنجي. بنجي طبعا انتم شايفين هنا التوب سكورر، يعني معلش يعني لو تقدروا تعرضوا لي يا جماعه على شاشه قريبه ليا. ايوه اشكركم يا جماعه. فولا او اللاعب فولا نجنجا رولي ده جايب 9 نقط، ده الهداف بتاع الفريق، 9 نقاط. الفيلد جول بتاعه 6 او 3 من 6 يعني 50%. الريباوند 1 ريباوند 1 اسيست، دي احصائيات فولا. كارت احصائياته 6 نقاط، ده ثاني هداف من بنجاي، جايب 6 نقاط. فيلد جول بتاعه 3 من 6 50%، ودي نسبه عاليه جدا. الريباوند 1 ريباوند اسيست 0. عندنا ايفانز 6 نقاط، ده ثالث افضل مسجلين، 4 من 2 او 2 من 4 فيلد جول و0 ريباوند 1 اسيست. عندنا دارلان رقم من الارقام مش باينه قوي بس الاسامي هي اللي باينه، ده جايب 6 بوينت، فيلد جول 6 من 2، جايب ريباوند 1 واسيست 1. عندنا ايميكا جايب 3 بوينتس، 1 من 3 فيلد جول، 1 ريباوند و2 او 0 ريباوند و2 اسيست. مجموع الخمس لاعبين او دول بيست سكورر، 5 بيست سكورر في فريق بنجاي، 9 6 15 21 27 30 بونت حاطينهم النهارده من اصل 38 بونت. اذا خمس لاعبين من فريق بنجاي حاطين 30 نقطه من اصل 38 نقطه. اذا مستر اجوست بيقرا الارقام دي دلوقتي بين الشوطين عشان يقدر يوقف هؤلاء اللاعبين. نروح على النادي الاهلي، عمر طارق هو هداف النادي الاهلي ب 11 نقطه، فيلد جول نسبه عاليه جدا، 4 من 5 يعني حوالي 90% 80% اسف، فيلد جول لعمر طارق ويتش از رقم كبير ونسبه جيده جدا. 4 ريباوند ورقم كبير، يمكن اكبر ريباوندر في الفرقتين. زيرو اسيست، مش مطالب من عمر طارق ان هو يعمل اسيست. عندنا عمرو جندي جايب 5 نقاط، ده ثاني افضل الهدافين، فيلد جول 2 من 4 ريباوند 1 اسيست 0. عندنا باتريك 5 نقاط، فيلد جول 1 من 3 0 ريباوند 0 اسيست. يعني يمكن ارقام باتريك 5 نقاط ولكن هو المفروض يكون افضل من كده في الريباوند، خاصه ان هو طوال من طوال القامه. عندنا ايهاب امين 5 نقاط، 2 من 4 يعني 50% نسبه الفيلد جول. عندك الريباوند 2، معلش يا جماعه نرجعها تاني. عندك بعد كده توني جايب 3 نقاط، يعني عندنا 5 لعيبه جايبين 15 شكرا 26 نقطة و3 29 نقطة. عندنا 5 لاعبين جايبين 29 نقطة، ولكن ده مؤشر جيد النادي الاهلي بيلعب لعب جماعي. النهارده كابتن سلاوي 5 لاعبين حاطين 29 نقطة في النادي الاهلي، مؤشر جماعي، مؤشر ان انت بتلعب لعب جماعي، وهي الفرقة اصلا اللي عايزة تكسب دفاع وتبقى دفاع. طيب استاذنك يا كابتن سلاوي معلش، ده المباراة ابتدت.